بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة الماضية، وهو دراسة سريان المائع ما بين استوانتين. وهذا الدرس هو الدرس الثاني، Internal and Compressible Viscous Flow من مقرر ميكانيكا الموائع 2. كنا قد وصلنا في الحصة الماضية إلى أن UR is function of R and U phi is function of R and UZ تساوي صفر، وهذا يعني أن UR and U phi لا تتغير إلا بتغير R. فلو وجدنا أن UR divided أو differential ما بين phi and z فهذا يعطيني صفر. سنحاول نستعمل هذه النتيجة في إيش؟ في الخطوة الرابعة، وهي استعمال the continuity equation. فعندي continuity equation تكتب على هذا النحو الموجود أمامكم. فبما أن قلنا أنه uz تساوي صفر، فهذا parameter يلغى. وعندي أيضا أنه إيش U phi depends only قلنا إيش من R. فإذا derivation of U phi على phi تساوي لي صفر، فيقعد لي البارامتر الوحيد هو بارامتر هذا، راح يسوي لي إيش؟ يسوي لي صفر. فإذا نقدر نقول أنه derivation على R of the parameter R U R is equal صفر. هذا يعطيني إيش في الرياضيات؟ يعطيني إنه إما U R هذه تساوي constant على R، يعني تصبح للمعادلة كأنها derivation على R of R constant على R، الـ R مع الـ R تروح وهذا يعطيني صفر، أو الـ UR بذاتها تساوي صفر، فتصبح لي كأنه derivation على الـ R of صفر تساوي طبيعي صفر. فهذا من الحلين اللي توقعوهم في الرياضيات. فإذا الحين راح نشوف إيش الحل الأفضل باستعمال يعني ما يمكن تفكير فيه. فهنا لو اعتبرت انه الـ UR تساوي constant على الـ R، فأول شيء انه السرعة في الـ R تساوي صفر تساوي إيش؟ لا متناهي، وهذا ما نقدر نتكلم عليه. ليش؟ لأنه الفلويد ما هو موجود هناك. لكن هنا نقدر نقول انه عندي no flow through the walls، يعني إيش؟ يعني UR اللي هي اتجاهها كده ما هي تساوي إيش؟ لا تساوي شيء موجود. فلو كان الـ UR يعني قيمة ثابتة غير الصفر، فهذا يعني إنه المائع يخرج من السيلندر أوتر سيلندر. فلهذا السبب ما نقدر نختار إلا UR تساوي صفر. نعيد النقطة هذه، قلنا لو اعتبرنا انه UR تساوي كنستن على R وهي قيمة ثابتة، نفترض مثلا 3 على R، يعني هنا لما يوصل الماء على النقطة هذه فانه ايش؟ رح يخرج من السيلندر اللي برا. فاذا هنا يتناقض مع ايش؟ No flow through the walls، يعني ما فيش ماء يخرج من خلال السيلندر اللي برا. فاذا ما في احتمال إلا احتمال الثاني اللي هو UR تساوي صفر. على هذا الأساس يصبح عندي إيش؟ يصبح عندي في الـ R direction UR تساوي صفر، في الـ Z direction أيضا UZ تساوي صفر. البارامتر الوحيد اللي هو على الـ Phi direction عندي U Phi موجودة، وأيضا هي function of R. فإذا هنا نزمني نكتب إنه U phi depends only of R. استعمال هذا في إيش؟ في
نابير ستوكس كويشن، وهنا في نابير ستوكس كويشن راح ايش نتجاهل او نهمل the gravity، يعني بارامتر جي ار جي فاي اند جي زد سوف ايش سوف نلغيهم. فاذا هنا لو كتبنا نابير ستوكس كويشن على 3 components radial component راح نشوف هنا radial component ايش راح تصير لي. فاذا بما ان عملنا تجاهل او اهمال the gravity جي ار تروح، عندي اليو ار تساوي صفر، فاذا بارامتر الاول صفر، ثاني صفر، ثالث صفر، الرابع صفر، عندي ايش بارامتر هذا يساوي صفر، كل ما نلقى يو ار راح تساوي صفر. ايش يقعد لي في الاخير؟ يقعد لي البارامتر يو فاي على الار and derivation of u phi على phi تساوي إيش؟ تساوي أيضا صفر، لأنه u phi depends only of r. فإيش يبقى لي هنا؟ يبقى لي فقط البارامتر هذا مضروب بالطبع density، والبارامتر هذا اللي فيه pressure أو derivation of pressure على r. فهنا عندي only two parameters في radial component. في التنجنسيال كومبوننت واللي راح نشوفها ان شاء الله في الحصة القادمة تكتب على هذه الطريقة، واكسيال كومبوننت عندي ايضا يو زد تساوي صفر، فهذا راح يساوي صفر، الثاني صفر، الثالث صفر، الرابع صفر، البارامتر هذا صفر، هذا صفر، هذا صفر، زي ما قلنا اهملنا الجرافيتي فهذا صفر. ايش يبقى لي هنا؟ يبقى لي البارامتر الوحيد هو derivation of pressure على z تساوي لي صفر. فلا ابغينا نكتب زي ما فسرنا قبل نافير ستوكس على radial component راح نلقى انه minus density u phi تربيع على r يساوي minus derivation of pressure على r. لو الغينا الماينس من هنا والماينس من هنا تقعد لي derivation of pressure على R تساوي لي density في الـ U phi تربيع على I. راح نعتبر هذا هو المعادلة التاسعة. هنا سؤال يمكن يطرح، هل can you identify the centrifugal force؟ يعني هل ممكن استخراج قيمة الفورس المركزية؟ بالنسبة لنافير ستوكس equation على إيش؟ على axial component زي ما قلنا عندي بارامتر واحد يبقى اللي هو derivation of pressure عدي زاد يساوي صفر. هنا نكون خلصنا المحاضرة هذه. قبل ما ننهي فقط، بما أن derivation of pressure عدي زاد يساوي صفر، فهذا يعني أنه pressure is not function of z أو لا يتأثر بالزد. هنا زي ما قلنا خلصنا المحاضرة هذه، وهي المحاضرة الثانية في دراسة cylindrical coordinates وإلا قوة flow أو الflow ما بين two cylinders. إن شاء الله خلال الحصة القادمة نكمل step number 5 ورح نعرف فيها إن شاء الله tangential components of velocity. السلام عليكم ورحمة الله.